من آمن العقوبة أساء الأدب. فاللاعب لو يدري أنه راح يعاقب من نادية أو من الاتحاد، يعني إحنا ما شفنا الأحداث هذه، ما شفنا شطب نهائي، المفروض يشطب اللاعب هذا نهائي. جميل. يكون رادع للاعبين الزملاء، لاعبي الأندية الثانية، اللاعبين الصغار في النادي، ما نشوف إن العقوبات يعني الإدارية. فأنا أرجع أقول إن الإدارة أساس كل شيء، الإداري. إذا تطبيق النظام الأساسي الخاص بكل خلى الاتحاد بحذافيره ممكن يغنيني عن أني ألجأ للقانون. نعم، لأن أريد عندي نظام داخلي أساسي، إذا طبقته خلاص يعني أعتقد أنه راح أسيطر على الأمور. طبعا هذا الخلل مثل ما قلت لك، أنا شايف الخلل الإداري. فعلا الإداري لازم يكون يعني هو المثل الأعلى للاعب، حتى قبل بداية الموسم، قبل المباراة، يعني يحثهم على الأخلاق، على الالتزام، على احترام الحكم، على احترام، وانه يبلغهم انه في ثواب في عقاب، ان اللاعب اللي بقل ادبه اسحبه. انت تشوف المباراه مرات في لاعب يتحرش في الحكم، يبدا المفروض هني الاداره تدخل، خلاص اسحبه وقفه كم مباراه، يدري انه كم رادع عنده. نرجع بمصلط، بس معانا مداخله من الاستاذ كمال الايوبي رئيس الاتحاد الكويتي للكره الطائره. حياك الله ابو فيصل. الله يسلمك. هلا والله. كيف حالك؟ هلا دكتور. هلا والله ابو فيصل. حديثنا اليوم طبعا شغب الملاعب ظاهره، واعتقد انه يعني وصلت حتى يمكن الى ملاعبكم كلعبه الكره الطائره. يعني من وجهه نظرك سبب انتشارها وكيفيه مكافحتها؟ والله يا ابو شي رحب فيك ورحب بضيوفك الكرام. حياك الله. الله يحييك. وأنا يعني صراحة لازم تتضافر الجهود، جميع الجهود تتضافر، من ناحية الإدارة، من ناحية اللاعبين، من ناحية رجال الأمن. أنا صراحة أتكلم عن كوني في الطائرة وإحنا نلعب في صالات مغلقة، نعم، فما نجد دور رجال الأمن دور فعال. يعني مثلا أنا أتفاجأ في مباريات تكون فيها حشد جماهيري والصالة تكون غطى من الجماهير، لا يكون هناك يعني تركيز انتشار رجال الأمن بصورة جيدة في الصالة. قبل دخول الجماهير ما هناك يفتشهم شو اللي يحملونه معاهم في دخول الصالة. أبو فيصل، أنتوا ما عندكم صلاحية كاتحاد أنك قبل ما تبدأ أي مباراة تفرض على الجهة المنظمة؟ هذه مسؤولية الأمن. مسؤولية الأمن هي رجال الأمن. نعم. يجب أنها تفتش كل شخص يدخل الصالة. صحيح. ماذا يحمل معه؟ صحيح. لا تحد، لا أمور، يعني إحنا كنا قبل لما تصير أمور الصالة تصير فيها مغطى جماهير، نلقى بطاريات، نلقى عصي، نلقى بطول، نلقى حتى بعض الشغلات الآلات الحادة نلقاها. إيه. ورجال الأمن أنا صراحة أعتب عليهم. قوات الخاصة يأتون الصالة يقولون عطونا الكراسي نبيها الزاوية نقعد فيها ونتفرج. بس هذا دورهم؟ هذا دورهم. ما أدري، أنا ما أعرف شنو اختصاص رجال الأمن يعني صراحة، ولكن إحنا ودنا يكون في تشديد. من بداية كلامي قلت من آمن العقوبة أساء الأدب. فعلا هذه مقولة معروفة، اللي يعني مثلا لو واحد عمل ما عمل في النهاية عارف شنو راح ينوله، فما عنده رادع، ما في رادع. هذا اللي أنا قاعد أشوفه. نعم. وعاصرت المباريات كثيرة في كرة الطائرة. أكيد. يمكن أتكلم عن الطائرة لأن كلعبتي. أكيد. وكرئيس اتحاد الكويتي للطائرة ما أشوف رجال الأمن يعني لهم دور فعال في سيطرة على الملاعب وخصوصا الصالات. ما هناك في هناك توزيعهم بالشكل الصحيح، توزيعهم بالشكل الصحيح ما يعني لو كان في توزيع من رجال الأمن بشكل الصحيح على الصالة كلها، إنما يمسكوا الزاوية ويجلسون ويطلبون بالكراسي والشاي والقهوة والسوالف، ولا يدرون عن الله وين قاطهم، بس ينطرون المباراة تخلص علشان كل واحد يركب سيارته ويمشي. هذا دور أنا أعتب على رجال الأمن بصراحة. وإن شاء الله يكون العتب وصل يا أبو فيصل وتختفي هذه الظاهرة. وشكرا على مداخلتك الكريمة اللي نتشرف فيها دائما معنا. الله يجزاك خير. حياك الله. يعني رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة يقول لك أروح ما ألقى أحد، أمنيا ما في، يقول نكتشف بعد المباراة أن في بطول، في بطاريات، في آلات حادة إلى آخره. دور أخواننا في القوات الخاصة يقول يطلبون كراسي ويأخذون زاوية
وقاعدين وشاي وقهوه، زين شنو دورهم من وجهه نظركم يعني؟ منو ممكن يلام في هالموضوع؟ هو طبعا هم الملامين رجال الامن مثل ما قال، يعني اذا كان والله رجال الامن انا جايبك عشان تضبط الامن وعلشان يعني ما تقع مثل هالحوادث هذه، فلازم تكون في خبرتك انك انت تمسكها من الالف الى الياء، بدايه من انك انت تحافظ على والله انه ما يدخل شيء ممنوع، تحافظ على انه ما يدخل شيء يعكر صف المباراه او ممكن يتسبب في مصيبه معينه، والرقابه كلها وكذا. لكن اللي قاعد يصير الان احنا دائما يعني في كل الامور ما في بعد الحدث دراسه ما بعد الحدث، يعني الحين صار مثلا شغب وتطاقوا وراحه وكذا الى اخره، طيب ما في جهات متخصصه تاخذ هذا الحدث وتدرس شنو الاسباب اللي ادت الى هذا الحدث، خلاص الحمد لله عدت بسلامه يلا مع السلامه، عرفت؟ فلازم يكون في هناك جهه متخصصه ايضا، حتى من ضمن الرياضيين او من ضمن قيادات الرياضيين او الاتحادات، ان يكون هناك جهه متخصصه لدراسة مثل هذا الموضوع. والله وقع اللوم على رجال الأمن، يجب أن يقدم كتاب إلى وزارة الداخلية، يجب أن يقدم كتاب إلى الجهات المختصة في أي موضوع يكون التقصير من هذه الجهات. أنا أعتقد مو بس الداخلية، أعتقد يعقوب أنت لك خبرة مع المجلس الأولمبي بالأسيا وكعلاقات عامة ويعني حضرت تنظيمات دولية كثيرة، أعتقد كان دور العلاقات العامة كبير يعني طبعا مثل ما ذكرتك واشكر الاخ ابو فيصل، طبعا هذا يعتبر علم الاعلام الكويت كمال ايوبي. فاول بدايه كلامي قلنا داخليه، ولكن الجزء الثاني النادي يكون له فريق عمل في كل مباريات اللي هم علاقات عامه. احنا ما كنا نستلم المنصه الرئيسيه، طبعا خدمت النادي العربي لمده تقريبا 17 سنه كنت مدير فيها، مدير علاقات عامة. نحاول كثر ما نقدر أن ما تصير شوية احتكاك، ما تصير مشاكل، ما في حذف. بس المشكلة مو بس بالمنصة، الأستاذ كله النباطة بيده ويكسر الليتات الموجودين في الساعة الإلكترونية. الساعة الإلكترونية قيمتها 500,000 دينار وما في منها، قاعد ويطقطق بالنباطة على يعني تلف هذا حق موضوع التلف والصيانة، يكسر كراسي ويدمر الملعب ويقطع علب بالصالات وأمور كثيرة. أنا نرجع كلامنا في البداية لما قلنا 90 إلى 100 ألف، هذه حقيقة أكيد حقيقة، بس إحنا نتكلم عن يعني دور النادي مثل ما تفضلت، يعني عندي لجنة علاقات عامة يعني قاعد تغطي أكثر من الداخلية على الأقل. دكتور لجنة علاقات عامة عمل تطوعي عدده كله 6-7، يبي شو يسوي؟ صحيح. وبعدين بوقف عند باب الملعب هذا أقول له الله خليك بدخل، وهذا ما كفاية إذا ما يكون الأمن موجود، ما كفاية. أنا معاك بهالنقطة. فيصل، الموسم اللي فات طلبوا أو اقترحوا أو أعتقد قرار صدر، ما أنا متأكد بالضبط، في اتحاد الكرة أن اللاعب إذا خذ كرت أحمر يستطيع النادي شراء العقوبة. أي صح. يعني طبعا يعني إذا كان الشيء الرادع الوحيد اللي أنت من ساعة تقول ما شفنا شط ما شفنا كذا، وين العقوبة بالموضوع يعني؟ طبعا في البداية قبل أطرق الموضوع هذا أحب أشكر أبو فيصل الأستاذ كمال أيوبي، طبعا هذا الإنسان يعني من الكفاءات الإدارية صراحة، أدبا وخلقا وحب نحييه. وبالنسبة للوضع وزارة الداخلية، أنا أعتقد بس أتمنى منه أنه هو يكتب كتاب بالأشياء اللي يبيها، وأنا أتوقع أن وزارة الداخلية ما راح يقصر معه بأي شيء، أي شيء يبي يعني يطلبه وإن شاء الله ما راح يقصر. بالنسبة لعملية شراء العقوبة يعني هذا يعني ضحوكة يعني شيء يعني ممكن إذا تسمى نكتة الموسم، يعني اللاعب خلاص يعني يروح يتمرد وكل شيء يشتري عقوباته، يعني هذا ما يعني اسمها عقوبة، وين أنا أبي مضمون العقوبة وينه؟ كارت طلع بس بلحظة بعدين. العقوبة تكون رادعة وتؤدي إلى تقويم الشخص. تقويم الشخص، نعم. طيب هذا إذا شرع عقوبته يعني حتى أنت لو أعطيك مثال بسيط الآن في الشارع، يعني لو يقول له واحد يسوي جريمة تعاقب مثلا بالسجن وهذا يقدر يشتريها، خلاص يروح يسوي عارف ديته شنو، يمكن ما حدث الدية يعني. فأعتقد أن هذا يعني في بعض الناس يعني يمكن الشغلات معينة يبي لعب معين علاقات شخصية،
تكون هذه دوافع فيها، لكن ما هي يعني